صوت يا شباب. يعني انتوا اللي في الاول مش سامعيني؟ لما دي عايزين نحسب لها ثيفنينج كورد. اول حاجه عايزين نحسب الدي سيجن. الدي سيجن هو ايه؟ هو الفي اوبن سيركت اللي هو انهي فولت؟ الفولت ده. تمام كده؟ طيب الفولتج ده بيساوي ايه؟ فين والله هو بيساوي فولت المقاومه دي اللي هو كام؟ زيرو. عشان الفرق هنا صفر زائد فولت المقاومه دي ده 10 اهو. فولت المقاومه ال 10 اهو بيساوي ايه؟ ايه والله طالما دول سيريس ليس فيكس عشان مفيش فرق. طالما دول سيريس يبقى اطبق الفولتج اللي بره يبقى الفي اوبن سيركت الفي 7 هو الفي اوبن سيركت هو الفولتج على 10 اهو اللي هو بيساوي 18 على 2 اللي هم المقاومتين ال 10 هيطلع 9 اهو. طيب دي كده ايه اول حاجه. طب ار 7 انت عايز تحسب ار 7 المرة فاتت قلنا طريقة واحدة بس هي ليها فرق طرق. دول بقى اللي هنتعلمهم النهاردة. ميثود رقم واحد احنا قلنا كده باي ديفينيشن الراجل اللي قال نظرية سيفن دي قال ان الار سيفن دي بتساوي ايه؟ قال لك هي بتساوي الار كوفرنت عند الطرفين اللي بتحسب عندهم سيفن بس بعد ما تعمل دي اكتيفيشن للاندبندنت سيفن. هنعمل دي اكتيفيشن ازاي؟ حط مكانه شورت سيفن السيركت دي كوبلت بفولت ريسورس
سيريس معاه ريزيستنس صح كده؟ يعني ايه كوفرنت؟ حد فاكر كلمه كوفرنت يعني ايه؟ ليهم نفس الفي اي كاركترستكس، يعني سيبهم بالسيركت يبقى عليهم نفس الفولتج والكرنت، حطيت شورت سيركت يبقى عليهم نفس الفولتج والكرنت، حطيت ريزيستنس، حطيت فولتج سورس، كارنت سورس، حطيت اي حاجه هنا هيمشي نفس الفولت والتيار فيه، صح كده؟ طيب لو جيت هنا حطيت شورت سيركت هيمشي تيار سميه اي شورت سيركت. لو جيت حطيت هنا شورت سيركت في التربين بتوع الدايره دي هيمشي نفس التيار ولا لا؟ هيمشي هنا برضه نفس الاي شورت سيركت. ايه كمان؟ اي شورت سيركت ده بيساوي ايه؟ بيساوي بي ثمانية على الار ثمانية. يبقى الار ثمانية بتساوي ايه؟ بي ثمانية على الاي شورت سيركت. على الاي شورت سيركت. والبي ثمانية ده بيساوي ايه؟ البوك بي اوبن سيركت. بيساوي بي اوبن سيركت. الطريقه الثانيه انك تحسب بيها اوبسيفرين انك تجيب البي اوبن سيركت وتقسمه على الاي شورت سيركت. بي اوبن سيركت ده نحسبه ازاي؟ قلت له والله هو البولت على الطرفين دول. اي شورت سيركت ده احسبه منين؟ قلت شورت سيركت على الطرفين دول واحسب الاي شورت سيركت. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طب عايز احسب بقى اوبسيفرين الدايره دي بدل ما اجمع الكوبونات عايز احسبها بالطريقه الثانيه اعمل ايه؟ بي اوبن سيركت على الاي شورت سيركت. بي اوبن سيركت اتسب احسب الاي شورت سيركت. طيب الاي شورت سيركت بنحسبه ازاي في الدايره دي؟ احنا ممكن نجيب هنا الار اكويفالنت نقسم البولت ده على الار اكويفالنت هنجيب توتال كارنت نعمل كارنت ديفايدر هنجيب الاي شورت سيركت. طب الار اكويفالنت هتساوي 5 اوم بارلل على 10 اوم واللي يطلع على سيريس مع ال 10 اوم. حد يحسب كده الرقم ده بكام؟ طيب الاي شورت سيركت ده هيساوي 18 فولت على 40 على 3. 18 فولت على 40 على 3 ده التوتال كارنت. اعمل كارنت ديفايدر وهتضرب في 10 على 15. الكارنت ده يطلع كام؟ حد كده يتأكد لي؟ طلع 0.9 الار 7 اللي هي في اوبن سيركت على اي شورت سيركت. في اوبن سيركت ب 9 اي شورت سيركت ب 9 ب 10 ده على ده هيطلع 10 نفس الرقم ده ولا نفس الرقم. يبقى اول طريقه تستخدم الديفينيشن الاساسي ان هو الدي اكتيفيت الاندبندنت سورسز وتجمع المقاومات سيريس وبارلل. تاني حاجه ما نعملش ده اكتيفيشن لحاجه خالص واقول ان الار 7 ان هي دي اوبن سيركت على الاي شورت سيركت. طيب ثالث طريقه. ثالث طريقه هي والله حاجه بيزك جدا 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 من غير اي استفاده. ايه هي الطريقه دي؟ انت دلوقتي قلت لي الار 7 دي هي ايه؟ دي اكتيفيت السورسز صح كده؟ ما خليش شورت سيركت. يبقى قالك ان المقاومات دي نجيب الاي كوفلنت بتاعتها صح كده؟ الار كوفرن دي جبناها ازاي؟ ان احنا جمعنا المقاومات سيريس وبارلل. هل في طريقه ثانيه؟ يعني لو قلت لك حسبت الار كوفرن عند الطرفين دول بس ما تجمعهمش ما تجمعهمش سيريس وبارلل، في طريقه ثانيه؟ ايه؟ هقول انا عشان ما تشمش. لو انت حطيت هنا بوست ريسورس فهمتوا
في اي في 5 فولت 10 فولت 1 اي حاجه وحسبت التيار اللي خارج منه الار كامل هتساوي الفي على اي ولا لا صح كده. فتاني طريقه انك تدي اكتيفيت السورسز اه بس الاند من ده برضه وبدل ما تجمعهم تعمل ايه تحط فولتج سورس وتجيب الكارنت بتاعه تقسم الفي على ار او قال لك بدل فولتج سورس ممكن تحط كارنت سورس وتقيس الفولتج بتاعه حط كارنت سورس كده كارنت اي وتحسب الفولتج اللي عليه اللي هو في وبرده الار ايكوفالنت هتساوي الفي على الار. حد معترض على الطريقتين دول؟ لو انت جمعت لي 10 و10 5 او بلاش انت بس مجمع الطريقتين دول صح بس الدكتور حب يستخدم انهي واحده بتاعت الكارنت سورس فاهم كده. طيب الكارنت سورس ده ينفع يبقى اي قيمه وتحسب الفولت بتاعه برده عشان نوحد الحل قال لك ايه هيبقى كارنت سورس وهيبقى قيمه 1 امبير يبقى ثالث طريقه احنا عرفنا هي ايه ان جنرال بس ثالث طريقه بالنسبه لك انت هتعمل ايه هتحط كارنت سورس 1 امبير وتحسب الفولتج بتاعه وتقول البي على الواحد تمام كده. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب 10 و10 5 5 و5 10 يبقى الفولت ده كام؟ 1 في 10 و10 فولت 10 فولت على 1 امبير تطلع 10 فولت. انا عارف انها كانت مساسجه بس في دوائر هتبقى صعبه مش هنحلل كده تمام. طيب يبقى تاني في عندنا ثلاث طرق للسيجنال. اول طريقه انك تبيع اكتيفيت السورس وتجمع المقاومات. تاني حاجه ما تبيع اكتيفيتش حاجه تجيب الدروب سيرف على الشورت سيركت. تالت حاجه تبيع اكتيفيت الاندبندنت سورسز وتحسب تحط كارنت سورس 1 امبير تحسب الفولت بتاعه وتقول البي على ار. حتى عندك مشكله في الثلاث طرق دول؟ طيب احنا بقى في المسائل هنعمل ايه؟ مش هنمشي باللي انا قلته ده. لا هنعمل اكيد الكلام ده بس باسلوب معين. طيب الار سيفرين ديت هنقسم الدوائر بتاعتنا بثلاثه كاتيجوريز كده تمام كده. هنقسم الدوائر بتاعتنا لثلاث انواع كيس 1 كيس 2 كيس 3. ايه كيس 1؟ قلت لي والله لو الدايره كل السورسز اللي فيها اندبندنت بس زي اللي احنا لسه حلناها كده دي كده الدايره اسمها كيس 1. كيس 2 ان الدايره تكون فيها ايه؟ اندبندنت بلس ديبندنت يكون فيها السورس اندبندنت والاندبندنت بتاع بعض. ثالث كيس ان كل السورس اللي عندك اندبندنت بس تمام كده؟ طيب الثلاثة كيسز دول الـ V7 ولا الـ R7؟ الـ R7، الـ V7 بيساوي إيه؟ V open 7 في أي دايرة، في أي دايرة في الدنيا، تمام كده؟ الـ V7 هو الـ V open 7. ليه دي ثلاث طرق الـ R7؟ قلت لي والله لو هو اندبندنت بس زي الدايرة اللي إحنا شغالين عليها ديت، R7 ينفع تحسبها بكام طريقة؟ قلت لي بالتلاتة، أنت لسه أصلا هتحسبها بالتلاتة. يبقى ينفع معاك ميثود 1 الثلاثة ينفع الثلاثة ينفع تمام كده؟ طيب انت هتستخدم ايه؟ عشان تعمل زي ما الدكتور يعني علمني عشان تحل زي ما الدكتور قال اسهل حاجة المنطقي انك تجمعهم سيكس وبلد لا احسب بيهم من سيركت ولا اشوف سيركت ولا احط سبلاي ولا اعمل كل البطل ده اسهل حاجة ان اعمل ايه؟ جمعهم سيكس وبلد. فالمنطقي المنطقي انك تستخدم ميثود 1 والدكتور قال لك تستخدم ايه؟ ميثود 1 حل باللي قال لك عليه علشان ده احسن لك تمام كده؟ ناهيك عن اللي ده منطقي اصلا. طيب يبقى احنا هنحل بايه؟ الميثود 1 يبقى كيس 1 هتتحل بميثود 1 اللي هي الاندبندنت بس هنجمع المقاومات سيريس وبايرن وده منطقي مش غلط. طب لو الدايره عندك فيها اندبندنت سورسز وديبندنت سورسز ايه الطرق اللي تنفع اصلا معاك؟ هو انت لو عندك اندبندنت عملت له ده اكتيفيشن ايه اللي هيتبقى لك؟ اندبندنت. هل تعرف تجمع سيريس وبارلل؟ يبقى ميثود 1 ما تنفعش. طيب ميثود 2 انك تحسب الفيو من سيركت في الدايره من غير ما تعمل ده اكتيفيشن حاجه.
وتحسب الاجر سيركت في البيت تقسم ده على ده هل ينفع؟ ينفع يبقى ميس تو مش تنفع. طيب ميثود رقم 3 انك تبيع اكتيفيتد اندبندنت واللي اتبقى لك لو حاطط سبلاي 1 امبير تحسب الفولت بتاعه ينفع؟ ينفع برضه. فميثود رقم 3 تنفع. هنحل بايه؟ هنحل بالطريقه الثانيه. ايه هي الطريقه الثانيه؟ هنفضل الفي اوبن سيركت على الكرنت شورت سيركت. الفي اوبن سيركت على الكرنت شورت سيركت. طيب لو الدايرة بتاعتك فيها ديبندنت سورسز بس يعني الدايرة بتاعتك عاملة ايه؟ في ديبندنت بيبقى بصفر وبصفر. لو انت عايز تحسب 7 من الدايرة دي البي 7 هيبقى بكام؟ صفر. ليه بصفر؟ عشان مفيش ماشي 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 الفي 7 اللي بتسيب مفيش اندبندنت سورس مفيش سورس تاني معتمد على بيعتمد على الفي اكس قال لك السورس ده مش هيطلع فولتج الدايره دي كلها كده مفيش فولت وتمام ماشي كده ليه؟ هو السورس ده بيطلع فولتج قد ايه؟ 3 في اكس صح كده؟ الفي اكس ده بتاع ايه؟ بتاع المقاومه ديت صح كده؟ هل في سورس يخلي في فولت على المقاومه دي عشان السورس ده هيطلع فولت؟ ده اصلا مستني الدايره يكون فيها فولت عشان هو يطلع فولت. هو اسمه ديبندنت سورس، هو بيعتمد على ميديم ثاني. وهو مش هيطلع 3 في اكس غير لو كان في في اكس اصلا. صح كده؟ فعمر الدايره دي ما هتشتغل طول ما فيهاش الديبندنت سورس. فالفي هنا بكام؟ بزيرو. الفي هنا بزيرو. لازم عشان الدايره دي يحصل لها اكتيفيشن لازم يكون فيها سورس اندبندنت تمام كده؟ طيب يبقى الفولت هنا بزيرو فالدايره دي في الاخر كده 7 الايكوفلنت بتاعها هيبقى في 7 مور 7 ودي 7 بزيرو فالايكوفلنت بتاعها يبقى كام؟ مور 7 بس يبقى جيس 3 الايكوفلنت بتاعها ريزيستنس بس الدايره دي بس في سيركل بس في سيركل ما فيهاش باور، ما فيهاش فولت، ما فيهاش فولت، ما فيهاش تيار. يبقى الدايرة دي ماسك سيركت والكوفرنت بتاعها مقاوم. في مشكلة في الكلام ده؟ طيب، احسب ار 7 ازاي؟ يبقى أول حاجة كده بس هنا الدايرة في كيس 3 الجي 7 بزيرو والكوفرنت ريزيستنس بس. الار 7 ينفع نحسبها بميس 1 إن احنا نكون مع سيكسو بلدي؟ ينفع؟ لا. طب الطريقه الثانيه اللي هي الفي اوبن سيركت على شورت سيركت هو الفي اوبن سيركت بكام؟ لو حطيت سيركت على شورت سيركت هيبقى بكام؟ زيرو برضه مش هيمشي طيار هيبقى الار سيركت بكام؟ زيرو على زيرو تنفع؟ مفيش طريقه هتنفع غير انك تحط كارن سورس 1 امبير وتحسب الفولت بتاعه تقسم البي على الفولت فالطريقه الوحيده اللي تنفع في كيس ثلاثه هي ميثود ثلاثه تمام كده؟ يبقى تاني احنا عندنا كام كيس؟ 7 كيس 1 كيس 2 كيس 3 كيس 1 هي ايه؟ كل السورس اندبندنت كيس 2 اندبندنت اندبندنت كيس 3 اندبندنت بس هنحل كيس 1 بميثود 1 كيس 2 بميثود 2 كيس 3 بميثود 3 ايه هي ميثود 1؟ هدي اكتيفيت السورسز اندبندنت وجنبها سيريس وبارل ميس 2 مش هعمل ده اكتيفيشن لحاجه وهحسب الفيو من سيركت على تاشر سيركت ميس 3 ميس 3 بدي اكتيفيت الاندبندنت تمام كده ده ان جنرال انا عارف ان في الكيس الثالث مفيش اندبندنت بس لو جالي على دايره زي دي بدي اكتيفيت الاندبندنت بدي اكتيفيت الاندبندنت ونحط كارنت سورس 1 امبير نحسب الفولت بتاعه ونقسم الفي على الواحد امبير. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب عايزين ناخد بقى اكزامبل على كيس 2 واكزامبل على كيس 3 عشان احنا ما حلناش غير الكيس دي بس. عايزين نحل اكزامبل على كيس 2 وكيس 3 وبعد كده هناخد حاجه اسمها الماكسيمم باور ترانسفير. ويا ريت تساعدوني نخلص السكشن ده بسرعه لان السكشن طويل
ومهم، مفيش ما ينفعش امتحان ما يجيش منه حاجه من السكشن بتاع النهارده. تاني، مفيش ما ينفعش امتحان ما يجيش منه حاجه من سكشن النهارده. طب ايه اللي هيجي ما نعرفش، بس لازم حاجه منهم تيجي. يعني يجي 7 الكيس 2 7 الكيس 3 يجي الماكسيمم باور ترانسفير، يجي الاثنين مع بعض، هيجي اي حاجه، بس لازم يجي حاجه. ما ينفعش الامتحان ما يجيش حاجه منهم من سكشن النهارده. بس سكشن النهارده ده في مساله هتيجي في الامتحان لازم، او توبيك يعني، مش مساله ايه. ولو جت في الميد ترم جت من الشيت بس انت ما حليتش بقى، ممكن اصلا سبعه او هو كم حاجه؟ دي 7 مو 7
في 7 اللي هو ايه؟ هو الفي اوبن سيركت. يبقى احنا اول حاجه هنحسب الفي اوبن سيركت. البولاريتي بتاعتها هنحطها بلس ماينس كده ولا ماينس بلس؟ بلس اللي فوق صح؟ اللي فوق اللي تحت؟ لا اللي فوق. ايه اللي فوق؟ اتجاه الاي نود. طيب ماشي كده. طيب احسب الفيو اوبن سيركت ده ازاي؟ انت هنا اللي بتختار، محدش قال لك ايه؟ حددت لك طريقه، انت اللي بتختار، كنا بنختار ازاي؟ لو هي سورس واحد وشويه مقاومات مفيش اسهل من انك تحلها ايه؟ ريدكشن. هل دي سورس واحد؟ يبقى تي في ال وتي سي ال يا مش ونور. هنفكر اسهل في المش ونور. مش ولا ونور ده؟ هي لو مش بكام معادله؟ لو نودة هتبقى كام واحدة؟ نودة هتبقى كام واحدة؟ واحدة. ليه؟ بص هناخد اللي تحت ريفرنس فديت هتبقى كام؟ أربعة. دي هتبقى كام؟ دي هتبقى كام؟ سيبتك حليتها مش غلط تمام كده؟ طيب حسبنا الـ V open circuit أو الـ V signal الـ R7 بقى بتساوي ايه؟ V signal دي كيس 1 ولا كيس 2 ولا كيس 3؟ كيس 2 هنحلها بالطريقة ايه؟ طب ايه الطريقة التانية؟ الـ V open circuit اللي حسبناه على الـ R7 يبقى ناقص نحسب
قسمت الدايره تاني ووصلت هنا شورت سيركت على الطرفين دول وسميت الدايره بقى شورت سيركت وعايزين نحسبها. نحل السيركت الثانيه دي ازاي؟ مش لا مش يبقى كام مش؟ 3. طب ما نحلها بالجزء ده يبقى كام واحده؟ 3. ادي واحده انت عارف دول فلسه دي اسمها اللي فوق شورت سيركت اللي فوق دي كلها ايه بقى؟ 3 دي اكس دي واحده. طيب ادي دي ريفرنس دي 4 دي 2 دي تحت دي اسمها دي اكس اللي فوق ديت اسمها 3 دي اكس. تمام كده نعمل ايه؟ سوبر مود فتقعد تقول دي دي ناقص دي باتنين دي اكس بس انا اختصرت ده كله على نفسي سميت ده دي اكس وجمعت عليها فولتج بتاع الفولتج سورس اللي اسمها 3 دي اكس. ناقص لي اعمل ايه؟ اطبق كيس اللي على السوبر مود مش دولك نقطتين بينهم فولتج سورس تعرف تطبق كيس اللي هناك يعني تعرف تجيب الثلاثه بكام؟ تعرف تطبق كيس اللي تحت وتجيب الثلاثه يبقى طالما تقول مودز بينهم فولتج سورس تعمل ايه؟ خد السوبر نود، ايه السوبر نود؟ النقطة دي والنقطة دي واللي بينهم، صح كده؟ هل دي كده السوبر نود؟ والريزستنس كمان، احنا قلنا السوبر نودز وأي حاجة بينهم، مش الفولتج سورس بس، أي حاجة بردت مع السورس هتاخدها سوبر نود. تمام كده؟ طيب، إيه البرانش اللي خارجة من السوبر نود؟ دي لو والله يا واحد اثنين اللي تحت ده ثلاثة. تمام كده؟ لو ال في اكس دي كانت العكس بنفترض في النودل انهم بيبقوا خارجين ولا داخلين ولا مش هتفرق؟ لا انت بتفرض على طول في النودل ان هم خارجين. خارجين دايما. ده الاسهل. ما عدا لو كرنت ده الاسهل لكن هي في الاخر كيس ايه؟ انا عايز اعرف ده داخل ده خارج ده داخل احسب الطيار اللي داخل واحسب الطيار اللي خارج. عايز تسهل على نفسك تجيب الطيارات اللي خارج. لكن هي في الاخر كيس ايه؟ ليه بقول الكلمه دي؟ لان بعد فتره كده من التدريس الكلام ده لسه مكتشف دلوقتي بعد المتر ان الناس في النودل مش بتطبق كيسين. يعني في ناس في النودل مش بتطبق كيسين انا معرفش بيعملوا ايه بس هم مش بيطبقوا كيسين. انت يعني بيكتبوا الطريقه بسيستم معين بطريقه سيستماتيك معينه بس مش بيطبقوا كيسين. لان في ناس بتكتب طيار براش وردين فمستحيل يكون طبق كيسين. ايه النقطة دي اسمها في اكس النقطة دي مش أعلى منها اللي هي بعد الفولتج سورس أعلى منها بقد إيه؟ 2 في اكس يبقى في اكس زائد 2 في اكس هتبقى 3 هي هي دي على فكرة. طيب
هيطلع 6 على 7. سوبر صح. نحسب بقى شورت سيركت ازاي؟ لو بتشرح له حاجة أنا ممكن أشرحها له، أحاول، يعني أحاول أوصل للمستوى ده. لو أنت بتشرح له حاجة، لو بترغي يا ريت تسكت. أنا
انا مسكت واحد من اللي بقول لهم اسكت وطلعته بره والله العظيم كلكم اسكتوا والله العظيم كلكم اسكتوا والله العظيم تاني اقدر اخليكم تسكتوا بس انا ما بحبش ده حد ومتهيئ ده وصل لكم وعلى فكره الكلام اللي انا بقوله ده انا ما بضطرش اقوله في السكشن والسكشن اللي بيتصور مش اتفرجوا عليه هتلاقيني ما بقولش الكلام ده خالص يعني بدي سكشن مثلا لدفعه كامله 2300 واحد وساكتين دلوقتي قدامي 30 واحد ومضايقني فلو سمحت زي ما انا بحبش اضايقك لو سمحت حط لسانك في بقك وانا هطلع اجدع منك وهفضل اقولها بالذوق للاخر المعادله دي فانكشن في اي 2 و 3 هتبقى 10 اي 2 ناقص اي 3 لما بيساوي 1 المش رقم 3 نعمل ايه المش رقم 3 ينفع تطبق فيها كيف اللي عادي لا ينفع ليه لا بعدين اصلا في واحده ثانيه بتاخد السوبر مش اكيد يعني من غير ما ابص اكيد الثالثه هينفع بالظبط
طيب هنطبق كده ايه في المش الثالثه؟ يبقى عندك ماينس 2 في يوم 40 اي 3 20 اي 3 ماينس اي 1 اي 1 ده ناقص 1 يبقى بلس 1 ناقص. تعمل ايه؟ اجيب في نوت بجانب اي 1 2 3 في نوت ده هو الروت بتاع 10 احسبه ازاي؟ 10 كام؟ بالظبط اي 2 ناقص 1 ليه؟ هو الفي نوت 10 في اي طيار اللي نازل ولا طالع؟ اللي نازل ده ماشي البوست في النيجاتيف فاللي نازل ده بيساوي ايه؟ 2 ناقص 1 الفي نوت ده 10 كام؟ اي 2 ناقص اي 1 الاي 1 ده ما تنساش ان هو ناقص 1 2 الايكويشن دي فانكشن في اي 2 و 3 تعرف حلها بعدين تجيب اي 2 و 3 بكام؟ لاي 2 ده هيطلع 3 على 29 امبير ولاي 3 هيطلع 1 على 29 امبير. طيب الدي اكس بقى اللي هو فولت الكارنت سورس ده تحسبه ازاي؟ كبير كبير 10 دي نوت ايوه ايوه اي 2 ناقص 1 في 10 زي الاي نوت في 20 صح. ده ممكن ببساطه تطبق كي في ان هنا مش رقم 1 هتقول له كده كي في ان في مش رقم 1 هيبقى عندك الدي اكس زائد ال 20 نوت ديت في اي 1 ناقص انا هعملها عكس 20 اي واحد ناقص 3 من هنا ال 10 نت كام؟ اي واحد ناقص 2 لحد شويه الايكويشن دي 20 في اي واحد ناقص 3 10 في اي واحد ناقص 2 زائد جي اكس كي في ان في المش عادي. طيب انا عايز امشي المسار بقى اروح البي امشي من البوستر والنيجاتيف ينفع؟ اه ينفع عادي. هتلاقي ان ده في 10 في اي 2 ناقص 1 زائد 20 في اي 3 ناقص 1 دي اكس دي لما تروح للثانيه هتلاقي ظبطت الاشاره تمام كده؟ طيب معاك اي 1 2 و 3 هتروح جاي من دي اكس بكام؟ والار سيجن هي بتساوي ايه؟ الدي اكس ده على 1 دي اكس هيطلع 31 و 7 2 فالار فيفرن بتاع 31 بوينت 7 2 فيفرن الكوفرنت سيركت بتبقى ايه؟ ريزيستنس الريزيستنس بتبقى منها 31 4 بوينت 7 تكتب كده فيفرن الكوفرنت سيركت وتبقى سيمبل تاني. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ ينفع ريدكشن؟ لا الكي في ان في سي ان مش المش من نودل اسهل من كي في ان في سي ان سيستماتيك. كي سي ان بقى بنفس الطريقه في كل ايلمنت بنقعد نطبق كي في ان في سي ان فالمش من نودل سيستماتيك فهي مش بنختار على السي عدد المعدات. المساله اللي فاتت كان عدد المعدات تحت المش ثلاثه والنودل واحده فالنودل اسرع انا حليتها في السطرين اللي فوق دول اهو ادي الكي سي ان وادي الاشهر ست الجد كده. لكن لو مش بتقعد تطبق ثلاث معدات تمام كده؟ طيب هنا هي باينه من شكلها انها مش هي باينه ان هي مش لو قعدت بقى في النوت الاقي دي لك ادي واحده الاقي خالص مش عارف دي كام ودي كام ودي كام شغلانه هتلاقيها صح. واحنا بنطبق كيف ايه اللي في المش ازاي؟ مثلا دي بنطبقها ازاي؟ بنقول ناقص 2 في نوت فين هنا؟ ناقص 2 في نوت 40 وقال 3 ده موجود في مش واحد ديت 20 في اي
3 ناقص 1. طب لما نيجي نطبق هنا نعمل ايه؟ بوست في اكس ولا نيجاتيف؟ عندنا على الاقل الاول لو وريت كده هشوف مين الاول؟ البوست اللي هو بوست في اكس صح؟ طيب ال 20 انا مش فاكر رقم واحد هو 1 ناقص 3 10 واي 1 ناقص 2. كيف ان في المشي عادي؟ بس انا في اول مره ليه ما طبقتش كده؟ انا عارف ان التيار ده بواحد البيت ما طبقتش كده. انا ليه طبقت هنا كده؟ عشان قال لي احسب بوت الكارت. يعني لو قال لي مثلا عايز احسب دي مساله مش سيفن وعايز احسب بوت ال 40 اوم ده، هل انا ارجع اطبق هنا كده؟ مش احتاج لك ايه؟ طيب يبقى السيفن ينفع تطلع بالنسبه ايه؟ والار 7 هتبقى لا مش مهم ازاي. انت قلت لي ينفع ولا لا؟ الامانه لان انت حتم عليا ان اقول لك اه ينفع. طب هل عليك ازاي؟ لا هتجي لك برضه لا. اه ايه؟ ماشي ما هي تو مش ده قلنا امبارح على طول هتطبق كفايتين حتى مش كفايتين ده ده بالزيرو بوينت 1 اي نقطه تطبق ليه؟ فين النوتس اصلا؟ يا جدعان هي المساله بتكون انا مش هي تحكي المشكلة ان انتوا في الحاجات النوده اللي عايزين المشي في الحاجات اللي مش عايزين النوده. طيب دي ريفرنس دي هيبقى اسمها 2 دي نوت دي في 1 دي في 2 دي في 3 ايه؟ في 1 وفي 3 هم نفس الحاجه في 1 وفي 3 نفس الكلام. انا اسف انا اسف شويه في 1 وفي 2 ماشي طب كم كسبت انت؟ لو في واحد اثنين زي كام؟ اي اثنين واحد اثنين بس؟ اي واحد طب واحد امبيت اي اثنين واحد اثنين بس؟ هم اثنين هي اثنين مش انا عارف ان هم ثلاثه مش بس هم معادلتين ادي الكوشن رقم واحد ادي الكوشن رقم اثنين. يعني لو عدد معادلات المش زي النودل بنختار المش لان معادلات المش اسهل بكتير من النودل. كان انا قلت لك لا النودل دلوقتي مش هتعرف هي دي المشكلة. طيب هي فعلا هتبقى كيس ال 2 بس هتطبق كيس ال عند واحد بس وعند 2 بس ولما تيجي تطبق كيس ال هتكون في 1 بس 2 في نوت على 40 والفي نوت ده اللي هو في 2 ناقص في 1 فهتبقى معادلتين فانكشن في في 1 وفي في 1 بس المعادلتين بتوع مش بس عايز تحلها نودل صح اللي هو في الاخر صح. حد عنده سؤال تاني؟ طيب ايه؟ لو عندك ثلاثة مش ثلاثة من ايه؟ مش اسهل لو عدد المعدات دي هتزيد مش اسهل تعملها ايه؟ على الكالكوليتر لا جزء دكتور وليد بتحل ال بلاد. او ممكن تقول لي ايه؟ كفي نفسك انا مش عايز ترتب المعدات انا مش عايز انت براحتك ايه؟ ايه؟ صح؟ ممكن تقول لي كفي نفسك انا مش عايز ترتب المسؤول بس حد مش هيعمل كده Yes.
تشغل دماغك مش حاسب. طيب
فين القيمة الماكسيموم بقى؟ في ايه؟ هي دي البي ماكسيموم. السؤال بقى هي عند اي ار ال؟ يعني ار ال بكام؟ اللي بتديلك البي ماكسيموم. تيجي مش الباور دي فانكشن في الار ال؟ فاضل. فانكشن بي اف باي فانكشن ار ال. خلينا ناخد بالنسبة للار، مساوي التفاضل ده بالزيرو. حول الايكويشن دي سويها بالزيرو. في سطرين بالظبط هيطلع لك ان الار ال دي بكام؟ ار تبدا. يبقى الار اللي هتكونسيوم الماكسيموم باور بتساوي ايه؟ ار سيجما. ار بتاعت البي ماكسيموم بتساوي ار سيجما. يبقى لو حطيت دي قد دي الريزستنس دي هتكونسيوم الماكسيموم باور. حطيتها اكبر الباور تبقى اقل، حطيتها اصغر الباور تبقى اقل. طيب البي ماكسيموم دي بقى بتساوي ايه؟ هي فين الايكويشن البي ماكسيموم؟ قصدي فين الايكويشن البي؟ اهي عوض بالار اللي هنا بكام؟ بار 7 يبقى بي 7 سكوير على بار 7 ودي بار 7 هيبقى هنا بار 7 تربيع هيبقى 4 بار 7 تربيع بار 7 غير اللي فوق مع الباور ده يبقى الباور بي 7 تربيع على 4 بار 7. بالتالي لما جاب لك ريزيستنس في سيركت ويقول لك احسب لي قيمه الار اللي بتنسيوم الماكسيمم بار تروح عامل ايه؟ تقول لي قيمه الار اللي بتنسيوم الماكسيمم بار هي ار 7. ار 7 بتاعت ايه؟ بتاعت الدايره. يعني تشيل الريزيستنس تحسب ار 7 للباب هي دي اللي بتنسيوم الماكسيمم بار. طب لو قلت لك احسب لي قيمه الماكسيمم بار تروح حاسب كمان بي 7 بكام للدايره وتقول الماكسيمم بار هي بي 7 تربيع على 4 ار 7. حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ طيب السنة دي يبدا سيركت فيها ريزيستنس سماها ار ال. جه قال لك ايه بقى؟ قال لك هات الماكسيمم باور ترانسفير للار ال. ايه اقصى باور ممكن
يروح للريزستنس. الماكسيمم باور ترانسفير لاي ريزستنس بتساوي ايه؟ في 7 في على 4 في 7 و 7 دي بتحسبهم ازاي؟ احسبهم عند اي طرفين يعني. طرفين ريزستنس يعني امسح دي واحسب عند الطرفين بتوعها في 7 بكام؟ وار 7 بكام؟ طيب الاول حاجه لما كنت ترسم بقى الدايره الدراسه بتاعتك يعني بتحسب 7 الايكوبرنت. طيب اول حاجه احسب البي اوبن سيركت. بي 7 اللي هو البي اوبن سيركت على طول ملهاش دعوه بكيس 1 ولا 2 ولا 3. طيب نحل الدايره دي ايه؟ نودل. ايه؟ نودل عشان في نودل بالظبط كده عايز الاحساس ده يلعب. هي الدايره بتقول انا نودل او مش هي بتقول فين؟ طيب بالمناسبة هي مرشحة فولتج سورس اللي فوق انت عارفه. ايوه. طيب فانت عارف ان تحت الريفرنس دي 20 دي 30 ديت سميها في واحد. كام واحد؟ لو مش هتبقى كام واحدة؟ أربعة. أربعة. تمام كده؟ لو مش هتبقى أربعة. ينفع تعمل سوس عايز تعمل ايه؟ بس انا عايز على ايدي المكان ده اعمل سوس. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ عشان اكمل الاجابه تعمل سوس شباب انا بهزر بس عايز اسمعه برضه. ما انا بشتغل مش انت عايز ايه؟ ما اعرفش هي هتبقى كام مش؟ اربعة صح؟ يا عم لا عارف اكتر مني ثلاث معادلات نودل طب واحد فنحل نودل لك ان تحل بكيف ال وكيس ال عادي وليك ان انت تحل برضه بالسيرفس ترانسفورميشن وان شاء الله مش هتعرف عادي بص بص عشان ننجز تاني احنا خدنا كام طريقه؟ ثلاثه خدنا كام طريقه في السيركتس؟ خمسه كيف ال وكيس ال والريدكشن السيرس السورس ترانسفورميشن والبيش من دول انا على طول بقول ايه لو سورس واحد مفيش اسهل من انك تحل النقطه دي سورس واحد عايز تحلها بايه بقى يا كي بي ال وبي سي ال يا مش من دول ما قلتش سورس ترانسفورميشن ما قلتهاش خالص ليه ما تحلش بالسورس ترانسفورميشن عايز حاجه ثانيه لما اقول لك حل بيها روح ما قالكش ما تحلش بيها في حاجه ثانيه في اسهل من كده ما تحلش بيها انا قلت لك تعمل سورس ترانسفورميشن ده حد فاكر قلت لك حل بيها بدايه ولا قلت لك تعمل بيها ايه؟ لما يكون عندي لوبس كتيره ومش عايز احسب طياره هنا ولا فولت هنا في البرانش ده ولا ده اعمل إيه سورس ترانسفورميشن عشان تقلل عدد الميشز صح كده؟ قلت الكلام ده طيب هنا مش محتاجين ديت ليه هي سهله بالنسبة. طيب وعلى فكره لو عملت سورس ترانسفورميشن هتبقى نود واحده مش هتغير في حاجه يبقى هي نفس النود السورس ترانسفورميشن اخرك تبسط بيه لوب ولا اتنين في الدايره اخرك لكن احل الدايره اطلع البي اوبن سيركت بالسورس ترانسفورميشن لا فما تستخدموش من اللي هو سنه هو لو قال لك اعمل كده اعمل كده ما قالكش ما تعملش طيب طبق في سي ان عند بي 1 في سي ان ايه بي 1 تمام ده 4 التيار ده دي 1 على 10 التيار ده دي 1 ناقص 30 على 15 الدي 1 تطلع بناقص 12 فولت طيب البي اوبن سيركت بكام؟ دي 1 ناقص 30 على 15
بيتزا كينج يعني. اه بالظبط كده. ليه الناس تقعد تقول لك بيمشي في المسار ده؟ لا 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 بيمشي في المسار ده. هي النقطة دي معاك والنقطة دي معاك. الدي واحد بكام؟ ناقص 12 ودي ب 20. يبقى ناقص 32. تمام؟ طيب. عايز تبدأ مش براحتك بقى. كسرت أنت لما عرفت إن ده الحل صح؟ طيب. تاني حاجة بقى عايزين نعمل إيه؟ ده هو فرق جهد من ثلاث نقط. هو فرق جهد من النقطه دي والنقطه دي يعني دي 1 ناقص 20 دي 1 ناقص 20 ودي 1 ناقص 12 دي ما مش هتخش معانا. ايه؟ اه يعني اللي فرق البوستيف والنيجاتيف كده لما انا كنت عايز احسب الماكسيمم بار اللي هي في 7 تربيع على 4 7 فقلت هحسب في 7 من الاول في 7 انا اللي فرضت كده. كان ممكن تفرضه العكس. انت بتفرضه امتى؟ بتعرف الاشاره بتاعته امتى؟ لما بيكون محدد لك الدار بتاع الريزستنس. هنا مش هتفرق يعني السبلاي ده بلس ماينس او العكس مش هتفرق. طيب الار 7 بقى نحسبها ازاي؟ كيس 1 عند الطرفين دول هنحسبها ازاي؟ كيس 1 وبتقول اسمي الكيس 1 ايه؟ هنديسكونكت هندي اكتيفيت السورسز ديت ونكسب الار كود. طيب يبقى عندك الدايره بالشكل ده كده في الشيء. بس سفر جه بعد كده هو طلب منك ايه في اول مطلوب؟ هات الار قصدي هات الماكسيمم بقى صح كده؟ لو قلت لك هات الار اللي بتكونسيوم 35 وات. ماكسيمم دايره اه فين؟ لا مش هنا قول لي الماكسيمم بقى؟ لا اجيب ار ال ارسم دايره فيها ار ال وار 7 والبي 7 اللي هو الشمال.
تاني هات قيمة الـ RL اللي الكونسيوم 35 وات. اول حاجه ما استخدمش دي من صعب استخدم مين الرامه الدايره دي زي سيفن حط الار ال في كام في 7 وشوف عشان تكون تشوف 35 وات بتساوي ايه. طيب ال 7 كام 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 ميجا في 32 بدل بلس ماينس هتبقى كده ماينس بلس مش هتفرق في حاجه نار 7 من الجانب ب 6 واجي ضارب هات من الار ال من الكونسيوم 35 جيبها ازاي؟ ايوه الايكويشن اللي احنا فاضلناها دي مش دي الايكويشن بتاعت الباور؟ هاتها حط الباور ب 35 هتجيب الار ال بكام؟ طيب التيار اللي هيمشي في الدايره دي بيساوي 32 على 6 زي الار ال الباور بتاعت الـ RL بتساوي الـ RL سكوير الـ RL اللي هو 32 سكوير على 6 زي الـ RL سكوير تايمز الـ RL. احنا بقى هنساوي ده بكام؟ 35 جيب الـ RL لك. طيب هتظبط كده الايكويشن دي هيطلع لك شكل 35 RL سكوير ناقص 604 RL زائد 1260 الكلام ده بيساوي هنحلها هنحلها فالـ RL مرة هتطلع بوستيف مرة تطلع نيجاتيف هناخد الحل البوستيف صح كده؟ صح؟ هتلاقيها طلعت الحلين كده حلين طلعوا بص 14 اوم او 2.4 من 10 اوم اني صح 2 صح يبقى الار ال ال 14 او 2 هتكونسيوم الماكسيمم باور ليه بقى؟ ليه؟ فاكرين المعادله دي كان شكلها عامل ازاي؟ من بي ماكسيمم قلت لك ينفع ار كونسيوم 50 وات؟ لا يعني لو سويت بي 50 هيطلع لك ار بكام؟ في الباي بار في الباي بار مفيش ار تحقق المعادله لكن ار ب 42 هيطلع لك حل واحد اللي هو 6
ار اصغر من 42 يطلع لك حلين، واحد اصغر واحد اكبر. فهي لو ار ماكسيمم، لو بي ماكسيمم هيطلع لك حل، لو بي اقل من الماكسيمم هيطلع لك حلين، واحد اصغر من ار سيجما واحد اكبر من ار سيجما. قلت لك بي اكبر في الباي بار، يعني خلي دي 50 وحلها كده على الاله دلوقتي هيطلع لك اي حاجه، هيطلع لك رقم نيجاتيف، رقم كومبلكس، هيطلع لك اي حاجه. هو لما يقول لك هات الار للكونسيوم باور معينه، احنا هو بدا المساله، هات الار للكونسيوم 35، انا ما اعرفش بقى 35 ده اكبر اصغر اعمل ايه؟ يشتغل في الدايره دي، فشيل الار وهات سيجما وادي الدايره، اكسب بقى بعد ما جبت سيجما هتكسب ايه في ثانيه، شوف البي ماكسيمم بكام بس تعرف هو الحل اللي هيطلع معاك كومبلكس ولا بوستيف ولا حل حلو. بس هو على طول لو قال لك هات 5 هات الار للبوزيشن 35 غالبا هيطلع ايه؟ ده الحلين دول. وراح قايل لك كومنت على الريزلت ازاي تلاقي لك حلين. تروح نزل له الكيرف ده يقول له عند 35 وات في حلين، واحد اصغر وواحد اكبر من ار. تمام كده؟ كمل. مش هيجيبها. هو ممكن يقول لك ينفع الار تكونسيوم اكثر من الماكسيمم عملها في امتحان زمان. لا تقول له لا هي الماكسيمم، لا هو لا. لو قال لك اسم الدار يا ديان لا تعمل له المعادله ديت وتقول له، يعني قال لك مثلا الماكسيمم بار 50 وبعد ما حليت مساله قال لك ينفع تكونسيوم 70 اثبتها لي رياضيا. روح جاي له سوي له دي في 70 وروح طلع الحل رقم مش بوستن قول له ما ينفعش. هتلاقوا في مساله كده، انا حاطط مساله كده بس مش في الورقه ده، في نظام المراجعه. حد عنده سؤال ثاني؟ طب بصوا يا شباب، انا هقول كلام وهنفذه تمام؟ اللي هبص له مش هترد على طول، انا هبص له هقول له ما تتكلمش ثاني، لو حصل انه فتح بقه همسح بيه الارض. واول واحد فيهم انت لو اتكلمت تاني هتزعل. تمام كده؟ طيب اتفضلي. السامع. الفي 7 بوست فوق النيجاتيف تحت، بس هو طلع كده 36 فرحت اعكسها. طب يفرق في حاجه الطيار اللي هيمشي في الريزستنس دي؟ يعني السورس ده سواء بلس ماينس او ماينس بلس هيفرق في حاجه باور؟ في الحالتين نفس التيار سواء مشي كده او كده هيبقى ايس كورد فار، برضه ايس كورد فار. يعني واحد راح عمل كده ده البي 7 طلع 32 فراح هو عملها كده في الاخر انت هتقول 32 سكوير وهو يقول 32 سكوير، مش تفرق في حاجه. وصلت؟ هتفرق امتى؟ انا عايز احسب تيار، تيار الار ان مش الباور، الباور في الحالتين واحد، مش تفرق ليها البي 7. لو عايز اكسب تيار ساعتها بحدد البولاريتي، لو قلت لك كده تكسب البولاريتي دي، لو قلت لك كده تروح حاسب البولاريتي. نعم؟ على طول بعمل البوست فيها اللي فوق النيجاتيف اللي تحت، ده لو طلع البوست، لو طلع النيجاتيف انا عامل ايه؟ عاكس زي ما انا عملت. حد عنده سؤال ثاني؟ السيركت الصعبه جايه دلوقتي. هجيب لك اثنين سيركت بصراحه. انا بقول يعني ممكن تعمل اثنين سيفن يعني لو سمع اثنين سيفن. انا هعمل كده
طيب المساله دي جايب لك دايره كبيره وراح مقسم لك كده الجزء ده سبيسر فور من اول الطرفين دول لحد الاخر سمعه لك سيركل كور. في النص هنا كده الديبند البارامتر بتاع السورس ده اللي هو الالفا. قال لك فايند الالفا دي ذات ميكس سيركت 1 ديليفرز ماكسيمم باور وسيركت 2. انا عايز تقيم الالفا وتخلي السيركت دي تدي الماكسيمم باور للسيركت دي. الالفا بكام؟ حد عنده اي افكار؟ قول انت بقى يا يوسف. السيركت اللي على اليمين ديت اللي هي فيها الديبند ماشي بس منها تمام قول اعتقد ان طيب احنا محتاجين نكسب كام حاجه؟
ار 7 النورم كام و2 كام ونساويهم ببعض. خلينا نبدا ب ار 7 النورم. ادي الدايره الاولانيه من مفيش وقت لو عملنا ترانسفورميشن دي هيبقى عندك فيه واحده اللي تحت ريفرنس اللي هنسميها بي اون مثلا الحل لو انت عملت ترانسفورميشن دي. طيب هتجيب الاي شورت سيركت بكام؟ انا كاتب الحل يعني فانت ببص عليه في الزيرو. الاي شورت سيركت هيطلع 5 امبير تبقى ايه؟ دي اوبن سيركت سو على اي شورت سيركت يبقى 30 على 5 تطلع 6 و دي كده ار 7 بتاعي سيركت 1 ناقص نعمل ايه؟ دي ار 7 بتاعي سيركت 2. طيب نروح نسيبه كده سيركت 2
عايزين نحسب 7 مللي نحسبه ازاي؟ ياخد الكارنت سورس فوق من ده نحسب البي اكس بتاعه. طيب عايز تقول ان هي مش حلها مش براحتك، يعني تقول افرض هنا مش رقم واحد ده بوان امبير مش رقم اثنين وتطبق فيها كي في ال تقعد تشتغل كده شويه هتطلع. طيب ممكن تقول حاجه ثانيه بل عشان انا اعملها في الورق يعني، بس ينفع مش عادي بقول ان ينفع كذا طريقه. بالمناسبه انا كنت حاطط المساله دي اصلا كلها بطرق ثانيه، يعني دي زي ما حليت لك كي في ال كيس ال، كنت حاطط دي بكي في ال كيس ال، كنت حاطط دي بطريقه ثانيه وهكذا. بس طبعا الطرق دي لقيت ان هي في زعبلات بالنسبه للناس، فبدات احل بالنش وحاجات بني ادمين يعني موجوده بجد. طيب المهم اللي انا عامل ده ايه؟ الاي نوت ده بيساوي 1 من بير ماينس الاي نوت، صح كده؟ كده انا جبت الاي نوت فانكشن في الاي نوت، طبق كي بي ان هنا، كل حاجه هنا عندك بدلاله الاي نوت، هيبقى ناقص 6 في اي نوت زائد الفا في اي واي زائد الاربعه هون ديت في الاي نوت. الاي نوت بيساوي ايه؟ واحد ماينس الاي واي، صح كده؟ الايكويشن دي فيها ايه اللي انت مش عارفه؟ اي واي والالفا. فباختصار هيطلع الاي واي بيساوي الاي واي ده هيطلع 4 على 10 ماينس 1. البي بقى بتاع الكلام سورس ده بيساوي ايه؟ البي اكس ده بيساوي ايه؟ 6 في الاي واي، يعني بيساوي كام؟ 24 على 10 ناقص 1. طب ار 7 بتاعت سيركل 2 بتساوي كام؟ بي اكس على 1؟ طيب هيطلع برضه كام؟ 24 على 10 ناقص الفا، يبقى الار 7 اللي بتدي لها الفانكشن في الارض تروح عامل انت ايه بقى؟ ايه؟ سواء الستة صح؟ دلوقتي انا عن عندي الست الاولانيه بالشكل ده اللي هي بي 7 1 والار 7 1، وعندك الدايره الثانيه كانت عباره عن ايه؟ الار 7 2 مفيش بي 7 دي كده؟ سيركت رقم 2 ودي كده سيركت رقم 1. عشان سيركت رقم 2 كونسيوم الماكس باور من سيركت رقم 1 لازم الار بتاع دي تساوي 2. طب تساوي ار تبن 2 وار تبن 1 هتبقى عايز كده ان 24 على 10 ناقص الفا بيساوي ار تبن 1 اللي هي 6، فالالفا هيطلع بست. دي كده قيمة الالفا اللي هتخلي السيركت رقم 2 كونسيوم ماكسيمم باور من سيركت رقم 1، او دي الالفا اللي هتخلي الار 7 دي بتساوي، طالما الار 7 دي هتكونسيوم ماكسيمم باور من سيركت 1 هي الار 7 دي كلها من ده، يبقى فعلا السيركت دي هتكونسيوم ماكسيمم باور من سيركت 1. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ طيب، اتفضل.